السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه تعنى بشريحه تحتاج الى العنايه الخاصه، ليس في داخل العراق فقط بل في خارج العراق. هم اصحاب الحالات الاستثنائيه، تحتاج الى تحويلهم من داخل العراق إلى خارج العراق حتى نعرف من هو الحالات المشمولة، شلون الآلية، ما هي مشاريع هذه الدائرة المهمة في وزارة الصحة. بكل تأكيد كل هذه الأسئلة اللي تحدثنا عنها راح نعرف إجابتها من خلال الدكتور أحمد عدنان الطبطبائي، مسؤول الاخلاء او الطبي. مرحبا بك، اجمل ترحيب دكتور احمد. اهلا وسهلا بك، شرفتنا. شرف لي ان اكون اليوم الله يحفظكم ضيف مره اخرى في حضرتك ان شاء الله. الله يسلمك، ان شاء الله لنا شرف الحضور ولنا شرف خدمه الناس عبر دائرتكم ان شاء الله. ان شاء الله بوجودكم. الله يحفظكم دكتور. دكتور احمد، خلينا نبدا من حيث ما أتيت قبل فترة، يمكن ما خلال قبل أسبوع، وصلت جنابك من تركيا لعلاج الحالات الصعبة والفاجعة الكبيرة في محافظة نينوى في قضاء الحمدانية. الحادث اللي العالم والعراق انشغل بهذا الحدث الكبير هو وفاة عدد لا يستهان به من أبناء وأخوتنا أبناء الطائفة المسيحية في حفل زفاف في قضاء الحمدانية. أعداد كبيرة، وكان على عاتق الحكومة جهد كبير المفروض، وهذا من واجب الحكومة أن تقدم لأبنائها كل الخدمات. وزارة الصحة كانت معنية بشكل رئيسي لهذا الموضوع. يا ريت تحدثنا أولا عن شنو اللي صار بالحدث وشون وصلتوا وأين وصلتوا. طبعا بالبداية أقدم التعازي لعوائل الضحايا واللي فقدوا أهلهم في هذا الحادث الأليم. صراحة وحادث كان كبير جدا، كبير على أنه الناس تتحمله، باعتبار أنه تعرف المناسبات مثل هذه تتكلم في أقارب وأهل، فلذلك راح يكون الفقدان كله من الأهل والأقارب. جل التعازي لهم. أنطلق بالبداية من يوم الحادث وتوجه غرفة عمليات برعاية دولة رئيس الوزراء ومشاركة وزارة الصحة مثل ما تفضلت. وزارة الصحة باعتبارها أنه كشريك أساسي في مثل هذه الكوارث، أوعز معالي وزير الصحة أنه بأخذ جهد استباقي باعتبار هذه العمليات. قدرنا أنه نحتاج إلى جهد استباقي للعمل، جهد استباقي لتهيئة الأمور خارج البلد. نعم أتفق، مرات بعض حالات الحروق من الصعب إخلاءها خارج القطر، لكن احنا مثل هيش حدث فكرنا انه ما راح يكون المصابين اغلبهم حروق. راح تكون انه اصابات حروق، اصابات ممكن كسور، اصابات اضافيه ممكن يتعرضوا لها باعتبار انه بعض الاجزاء اللي محترقه تلتصق تسوي تسمم، بعض التاثيرات على الكلى، اصابات تنفسيه. بصوره عامه قدرنا انه هذا بحجم كارثه، يجب ان ناخذ اجراءات استباقيه. الخطوة الأولى كانت أنه نحتاج الدولة الأقرب والأسرع وبسهولة الإدارة، فكان الاختيار أنه تركيا باعتبار قريبة على المنطقة. عندنا اتفاقات وياهم، الأخوة أيضا بالجانب التركي كان عندهم نوع من التعاون، قنصليتنا في تركيا قنصلية جيدة فعالة، ولدينا الكثير من المستشفيات داخل عقد في تركيا، فتوجهنا باتجاه تركيا. فكرنا أنه أولا ننقل الجرحى أو المصابين، نوزعهم على مستشفيات حسب الاختصاصات. شفنا لا، هذا مو منطقي. ليش؟ اليوم احنا اذا نزلناهم في هذه البلد وديناهم الى مستشفى، لو فرضنا المستشفى اعتذرت، احنا هذا الجريح ما ممكن انا اخليه داخل عجله الاسعاف يفتر في اسطنبول، وتعرف في هذه الدول. القضيه الثانيه قضيه انه الحروق، احنا ما عندنا اخلاء على الحروق، فصعب انه النقل الى مستشفيات الحكوميه باعتبار المستشفيات الحكوميه التركيه تتبع على نظام وزاره الصحه التركيه اللي هي لابيه مترجمين اوقات دوام محدده، ما ممكن انه ندخل وياهم لان احنا ما عندنا عقد، لا نعرفهم لا يعرفونه. الاخوه بالقنصليه ما قصروا ونسقوا وياهم، لكن حتى المقاعد اللي انطونا كانت مقاعد قليله، لذلك انشانا احنا ردها الطوارئ او مكان لتصنيف الحالات في احد المستشفيات المتعاقده، واختارينا مستشفى على اسس
منها أنه المستشفى مقيم بكل الفروع، قلنا حتى إذا يجي المصاب بأي شكل إحنا عندنا الأطباء مقيمين داخل هاي المستشفى نقدر نعتمد عليهم. اثنين، المستشفى متعاون بخصوص باعتبار بيننا وبينه عقد، تمام، فممكن أنه يكون هو متعاون ونلزمه ببنود العقد في حال أنه لا سمح الله صار خلاف. النقطة الثالثة، المستشفى أيضا اختارينا اللي كان عنده تجربة سابقة وهو انفجار سوق الوحالات سنة 2021 في منطقة مدينة الصدر، فهو أخلوا لي هذه الجهة. أخذنا القرار، أنشأنا هنا غرفة عمليات، أنشأنا ردهة حروق خاصة بينا كجرحى الحمدانية فسميناها غرفة عمليات مصابي الحمدانية في إسطنبول، بحيث صارت ردهتنا لأطباء معرفين، أطباء من عندنا التحقوا بيهم والمكان مخصص لنا وعناية مركزة خاصة بينا من دع السرير اللي هي خاصة فقط لجرحانا. طبعا كانت أول نقل لوجبة كانت بليلة الحادث عن طريق طيران عسكري بالتنسيق بين وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الخارجية والقنصلية في إسطنبول، مشكورة جدا على موقفها بحيث حتى استقبلنا بعض المصابين بدون جوازات بدون مستمسكات. عسكري ليش عسكري دكتور؟ لأنه مثل هالحالات صعب تنقلها بالمدني. ليش؟ أولا أنه تعرف إجراءات المطار والدخول والخروج، هذا متعب. ثانيا تخاف عليه من الالتهابات، تحتاج أن توفر له بيئة خاصة به، فشنا نعفر الطيارة، دائرة الصحة نينوى تتكفل بكافة إجراءات التعفير والتجهيز، وكادر ينطلق من نينوى لحد ما أستلمه منهم بإسطنبول أدخله بالمستشفى ويرجع الكادر مشكور كان مع الطيارة. لذا كان في الجهد استثنائي من الحكومة. هذا مثل ما تفضل جنابك واجبها، ممكن بالجوازات أو كذا. طبعا هاي هم واحدة من المشاكل واجهناها باعتبار تعرف الحروق كانت للأسف بعضهم بالوجه بعضهم بالملامح، فشان صعب الطابق الملامح بالجواز مع الملامح الشخصية. لذلك هذا كله كان دور القنصلية جدا بارز بهذه التسهيلات بحيث كان الجريح ما يتأخر في المطار أو المصاب ما يتأخر في المطار. إسعافاتنا كانت تستقبل المصاب من الطيارة، ما كنا حتى ننزل على سرير، لأنه فهمناهم أنه هذول أغلبهم إصابات الأساسي هو حرق، فلذلك لازم نأخذ إجراء الحرق ما ولحد ما نوصل إلى ما بعده. نسب الحرق دكتور هنا إيش صار عندهم يعني بشكل مجمل يعني وصل المرحلة 90 أحنا اللي وصله صراحة ما كان أغلبهم نسب يعني وصل 90، نعم أكو كان 70 و80% موجودة، بس خلينا أنه متطلبات السفر لازم أن يكون ليس فقط حرق، لازم أنه أكو حرق وإصابات متعددة بعنايات متعددة، لأنه إحنا الحروق مو سهلة أنه تنقلها فعلا. وعدنا يعني أكو كانت مراكز، طبعا مراكز أربيل اشتغل، مركز دهوك اشتغل، مركز الموصل للحروق كله كان متعاون، بحيث هما كانوا يديرون قضية اللي فقط بس على الحروق، بس اللي أخليناهم لا كان عنده مشكلة بالحروق وجهاز تنفسي أغلبهم باعتبار مستنشقين الدخان وباقين تحت الركام لفترة. وأغلبهم كان أيضا السمم نتيجة الجلد، يعني تعرف الستائر ممكن أنه من تحترق تلتصق، بعض الشراشف الموجودة على الميوزة، بعض قول هندني كان هنا يعني أسباب أنه يعظمن المشكلة علينا. طبعا الحمد لله يعني كان في جهد استثنائي قدرنا نوصل اللي قدرنا نوصل، لما أقول وفقنا 100% لكن قدرنا نوصل لأعلى نسبة ممكنة في مثل هذه الأمور. وبالوقت القياسي، هي النقطة أنه بالوقت القياسي باعتبار أنه أنت تنشئ غرفة عمليات في دولة مو دولتك، صح، لديها قانونها، تفتح خط كامل، تحجز ردها كاملة، أطباء تيم يكون عندك كامل مشترك عراقي تركي خلال ليلة واحدة، هذا في الجهد ليلة واحدة على كل هذا؟ هذا الكل في ليلة واحدة تم الإجراءات، في ليلة واحدة تم الإجراءات، يعني الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين. يمكن إذا نأخذ تجربة اللي سوتها المملكة المتحدة في إخلاء بعض مصابين في سفارتها في أفغانستان، صارت أسبوعين يلا قدرت تجهز لهم، لكن الحمد لله إحنا الله سهل، نقول إحنا على النيات الحمد لله والشكر. أحسنتم جزاكم الله خير. هنا الدوائر الصحية في محافظة الموصل أو قليم كردستان كذا، شو كانت المساعدة، نوع المساعدة؟ هل هناك مستشفيات خاصة بالحروق، يعني حالات الصعبة الطارئة ممكن هي أن تتلقى في الحالات؟ صحيح، طبعا دار الصحة نينوى مشكورة هي كانت المتصدر الأول وهو صاحب الجهد الأكبر اللي أنقذ هذه العملية. كان أكو مراكز حروق، مركز أربيل الحروق، مركز نينوى الحروق، مركز دهوك أيضا كان الحروق استقبل الحالات،
غير المستشفيات، غير الكوادر مالتهم، كوادرهم واقعا كانت فت كوادر عندهم يعني اسميها بطله، فعلا بطله كانت. يعني شوفه هو نفسه يعالج ونفسه يطير بالطياره يوصل ويرجع بنفس الطائره للعراق، يعني حتى ما كانوا ينزلون، باعتبار هم كانوا مقدرين حجم الكارثه، مقدرين حجم الجهد اللي القى عليهم واتجاه اخوانهم. فيعني كان صراحه للامانه يعني جهدهم، انا قلت لهم يعني بكلمه قلت لهم قد ما نقدم جهود نبقى خجولين امام جهودكم واقعا. جزاهم الله خير الجزاء. رجع الى موضوعنا الاساسي دكتور احمد، هو الاستقدام الطبي. يعني احنا عندنا استقدام في داخل العراق وفي خارج العراق، نتحدث عن في داخل العراق. يعني هل هناك منافذ مكاتب اخرى خارج نطاق وزاره الصحه؟ خل اوضح يعني هالفكره اولا وادخل بعدين بالمجال. احنا شغلنا الاساسي هو اسمه قسم الاخلاء والاستقدام الطبي. الاخلاء هو تسفير المرضى خارج العراق للعلاج، والاستقدام هو احضار كوادر طبيه اجنبيه لعلاج المرضى داخل العراق. برنامج الاستقدام طبعا من خل نفهم الناس احتمال ما يفهمون شنو الاخلاء وشنو الاستقدام. احنا تحدثنا عن حادثه الحداني، هو اخلاء. اخلاء كان. احسنت، بالكامل هو اخلاء، مو بالكامل ما كان جيد. اذا وصلت الفكره اعتقد المتلقي، هذا اخلاء. الاستقدام اللي راح تتفضل الان حاضر لك عنه. الاستقدام هو مثل قلت لكم دكتورنا انه احضار كوادر من خارج العراق لاجراء عمليات داخل العراق. طبعا هذا البرنامج هو هذا برنامج تنموي، اولا ينشط مستشفياتك، يساعد كوادرنا على اختلاط بالكوادر الخارجيه، نقل الخبرات، نقل مشاركة الخبرات، وايضا انه يخليك تتكامل بمؤسساتك. مثلا اليوم من يجي الكادر الاجنبي اللي يشتغل في مستشفى فلانيه في فلان دوله اللي هي متقدمه، من يجي يشوفنا يقول مثلا يا بصاله عملياتكم تحتاج فلان شيء فلان شيء، من احنا نوفره بلشنا باتجاه التكامل. النقطه الثانيه احنا نتعامل وياهم على المريض بنظام الحزمه الواحده، اللي انا اسلمك المريض يتعالج، فلذلك هو مسؤوليته انه يوفر مستلزمات والادويه السانده، شنو اللي يحتاجه مسؤوليته يوفرها. فلذلك هذا نوعا ما يخفف من الضغط على شركه كيماديا على وزاره الصحه، باعتبار انا مسلمه باكج واحد واستلم منه مريض معالج. برنامج الاستقدام هو برنامج عالمي لكل الدول الناميه والدول اللي تطمح لاستكمال مؤسساتها، ودوله رئيس الوزراء اذكر في اول استلامه في افتتاح مستشفى السياب يمكن كان اكو له تصريح قال انه انا ابشر المواطن العراقي انه راح يكون اغلب علاجاته داخل العراق. صحيح. واحنا عملنا على هذا الشيء، بحيث احنا ارتفعنا في هذه السنه من تقريبا 70-30، 70% كان اخلاء 30% استقدام، الى ان وصلنا اليوم تقريبا 60% استقدام، 65 60 الى 65 بين 35 الى 40% اخلاء. جيد. ونطمح الى نهايه السنه ممكن نوصل الى 80-85%. كما هي الصناعه الدوائيه. بالضبط. هذا اللي دا نطمح عليه. شفنا صراحه من سوين الاستخدام، شفنا اطباءنا دا يقدمون جهد استثناء ايضا. اديهم حلوه، بحيث اكو بعض الاطباء الاجانب اللي جبناهم من اجى قال انا هنا دا اتعلم من اطبائكم بعض الاجراءات، ودا اتعلم من اطبائكم بعض المهارات. فدليل على انه اطبائنا متكاملين. لكن برامج الاستخدام هي مو فقط تدريب الاطباء، احنا اليوم رفعنا خلينا نقول المستوى من انه استقدام طبيب الى استقدام كادر كامل، اللي هو ممرض الصاله، طبيب، مخدر، مساعد مخدر، ممرض العنايه المركزه. قلنا شفنا احسن شيء هو المعايشه اللي تنمي الخبره اكثر مما لو دزه دوره هناك يروح فتره. صح. ممكن بعيد عن اهله، تشغل باله امور، يكون هو ساكن برا، من يرجع بعض الامور ما منتبه له، من يشتغل في بيئته بكادر مستخدم له يساعده على قضية العمل مالته راح تنمي، بينما الإفادة ممكن يروح وتبقى بباله مجموعة من الأفراد، هنا راح يشتغل تيم كامل. يشتغل تيم كامل. صح. إضافة إلى النقطة الثانية اللي هي قضية أنا إذا أرد أخلي ناس لبرا، تعرف أنا إذا أدز إلى دولة مو دولتي، صعوبة السيطرة، الإجراءات الإدارية والقانونية، وجودهم هناك مرات فرق اللغة اللي نحتاجه، فهذا كله أنا متغلب عليه هنا. إضافة إلى العدد، عدد قد انا اريد اسفر مثلا 10 كل وجبه، بينما بالاستخدام كل وجبه دا يشوف لي 100 مريض. فعلا. فبالاستخدام اليوم الحمد لله، قبل يعني اليوم احنا عندنا يعني ذاك اذكر فتحاله قبل اسبوع صارت عندنا، المريض طفل
قلبية. الشخص الصبح انعرض لجنة الظهر، عمليته كانت بعد العصر. يعني بيوم واحد الشخص وعرض لجنة طبية وتعالج نفس وأخرج متحسن بنفس اليوم، من الصبح للظهر أخرج متحسن. اللي قبل يمكن كان بعض الأيام ينتظرون على ما على قولتهم ننتظر. اليوم الحمد لله من نشطنا الاستخدام شفنا لا طلعنا. والقضية الثانية توسعنا أفقيا بالاستخدام، أفقيا طلعنا من بغداد. اليوم النجف عندي شغال، يكون سؤالي فعلا النجف شغال، الحلة شغالة، قريبا الفلوجة، صلاح الدين، الموصل، العمارة، البصرة، كلهن اشتغلت، كلهن الآن تقريبا دخلن خدمة، بيهن دخلن خدمة، وبيهن الآن يعني هالأسبوع داخلات الخدمة، يعني إن شاء الله هالأسبوع داخلات الخدمة. الاستخدام هنا دكتور أحمد يعني دول معينة لو بجميع الدول؟ الاستخدام طبعا ايضا يخضع على قوانين وزارة بشروط التعاقد، تقييم الطبيب المستخدم، التيمات، الاحصائيات السابقة، اعرف انا مو كل واحد اقدر اجيبه، لازم اكون اجيبه على مستوى ومرات هو على مستوى بس ما يعلمها ما اجيبه، لانه انا الهدف الاول هو التعليم. حلو ممتاز. فعندنا في آلية تقييم، فتحنا آلية تعاقد مباشر لغرض الاستخدام. قبل كنا لا، لازم المستشفى اللي عندها اخلاء هي نفسها تأمن استخدام. اليوم لا، ضفنا قضية اللي قضية تعاقد مباشر. أنا اليوم فالطبيب مميز، أنا أدز له كادر يقعد وياه يقيمه، يقيم عملياته، يقيم إجراءاته، بعدها يقول إنه هذا يصلح للتعاقد، وهو أيضا رغبته بالعمل بالعراق. تعرف اليوم اللي يجيبه هو مو رغبته، لو قد ما تدفع الأموال ما راح يشتغل، ما راح يشتغل. يجي يحسب حساب إنه يشطب اليوم اللي عدى عليه هنا. لا بالعكس، أنا أشجع الناس اللي هي تجي أصلا حابة هالشغل. لذلك كانت شروط التعاقد المباشر اللي هو أول شرط بيها أنه لديه خدمة سابقة في العراق حتى نعرف نقيمه أنه خدمته السابقة شنو كانت، اشتغل، علم، تفاعل وياكم، كان يجي يقعد كرسي ورجل على رجل ويقولكم أنتوا اشتغلوا وأنا باوع عليكم، كان هو يشتغل، كان يشتغل نص ينطي نص بالشغل، كل هاي بالتقييمات. واعتمدنا على فرقنا الساندة الموجودة من أطباء العراقيين والكادر باعتماد تقاريرهم، كل فريق ساند لازم يرفع تقرير بعد الانتهاء حتى نقول انه هذا يسوى انا اكمل شغل وياه او لا، لهنا اقطع خلي اشوف غيره. خيارات اليوم الحمد لله موجوده تقريبا باي مكان بالعالم، انا اقدر اشتغل على استخدام. صحيح الاخلاء صعب، ممكن تسفير لمثل خلينا نقول اوروبا، كل استثنائية ما تقدر مثل ما صار بالحريق. بالضبط، يعني ما اقدر اسفر الاوروبا لكن اقدر اجيب طبيب من اوروبا يشتغل هنا عندي يعالج الاف الحالات، يعالج يشوف حالات بالاعداد اللي ممكن فعلا. فتقريبا هذا البرنامج اللي هو احنا نسميه هدفنا الاول في قسم الاخلاء والاستخدام اللي هو برنامج الاستخدام. ممتاز. يعني هل يعني البنى التحتيه، هاي تحدثنا بشكل عام مع الوزير في وقتها في اول لقاء له كان في قناه الايام حين تسلم الوزارة، تحدثت مثلا عن الأجهزة الطبية، أنت قريب جدا من قضية الأجهزة الطبية ولو مو اختصاصكم ولو مو مسؤوليتكم، لكن هل الأجهزة الطبية الموجودة في داخل صالة العملية أو في الفحص، وأنت جايب أطباء من دول أوروبية ممكن متقدمة على العراق، ممكن لو عندنا أصلا هالمرحلة الأجهزة الحديثة اللي ممكن هو أصلا مشتغل هذا الدكتور اللي جاي من أوروبا يعني؟ بل هو هنا هم شقين. الشق الأول يمكن إذا الكل متابعين يشوفون أنه يعني وزارة الصحة وعلى رأسها معالي الوزير ساعية لتطوير المؤسسات الصحية، وده شوف أنه كل أسبوع أكو عندنا مستشفى تدخل التطوير ومستشفى تفتتح. طبعا هذا من يدخل تطوير يفتتح معناه أنت من جهزت بأحدث الأجهزة الموجودة عالميا. وعندنا الشق الثاني اللي هو اسمه قسم يعني أو باب نسميه باب تطوير مراكز الاستخدام. مراكز الاستخدام احنا عندنا باب لتطويرها اللي مثل ما اسلفت بالبدايه انه احنا من نجيب الجراح نقول له قارنها شنو بمستشفاك ما موجود حتى انا ادعمك من عندي، اولا ما ازيد الضغط على دائره الصحه اللي انا اشتغل بيها، وانا ايضا ادعم بهذا المشروع. لذلك مؤسساتنا اليوم خصوصا المراكز اللي نعتمدها بالاستخدام، احنا مو كل مركز نستخدم به، لا نشخص مراكز نزورها نقيمها نشوف ايش قد واصل مرحله تكاملها على مستوى الاجهزه ومستوى الكادر الموجود بيه. نعرف يعني ممكن مستشفى بيها اجهزه هواي لكن كادرها ما متعاون، يعني شنو الفائده منه؟ بالتالي انا راح اخجل نفسي قدام الكادر الاجنبي، الكادر الاجنبي جاي
مستعد هو يقول انا جاي ارد اشتغل، فلازم تعطيه كادر يجاريبي عمله وشغله. فلذلك نقيمها من كل جوانبها، نشوف انه هاي اوكي ممكن اشتغل وياه استخدام، اعتمده مركز استخدام، ابلش استخدام بيه. اي تجربه وجهه نظرك دكتور احمد نجحت قضيه الاستخدام باي مستشفى؟ ابن البيطار. ابن البيطار اي مستشفى ابن البيطار لامراض القلب. بعد ما صار انه حط طبيب تعاقدنا تعاقد مباشر هندي اشتغل في ابن البيطار، اليوم ابن البيطار عزت لنا حتى عنايه مركزه خاصه بينا. اها بلي الطبيب الهندي قام كل شهر يجي تقريبا 15 يوم موجود هنا، التيم مالته موجود على طول الاشهر، يعني حتى هو من ينسحب باقي تيم العنايه المركزه يشتغل، فريق العنايه المركزه باقي يشتغل. الهندي بلي الهندي والممرضين يشتغلون، الممرضين مال ابن البيطار ايضا يعني شوفهم ناس هماتين شجعان جدا يجارون العمل بحيث لو يشتغل لل 11 بالليل هم واقفين لل 11 بالليل، وكذلك الاطباء وكذلك الكادر الاداري الموجود. فهي من التجارب الناجحة، والدليل بيها انه احنا عندنا تقريبا باخر 2 أو 3 وجبات استخدام كانت نسبة نجاحنا 100%. ما شاء الله ما شاء الله جيت. يعني ما كان عندنا حتى احد يتوفى صار بيها، يعني احسن حتى من برا، برا عندنا وفيات هنا ما عندنا وفيات، هذا اجراء جيد جدا. معوقات اكو، هتحدث عن معوقات دكتور، بس عندنا مثل ما عندنا استخدام في بغداد عندنا خارج العراق، خارج بغداد خارج بغداد بني خارج بغداد اليوم عندنا مركز الحلة شغال اشتغل لا شغال مركز الحسن المجتبى شغال في مجال العيون والكسور والجنون العصبية في كربلاء، مركز النجف للقلب ومركز النجف للتجميلية. كل حكومة هذا كل احنا الاستخدام فقط احنا نتعامل مع الحكومة، الجهات الاهلية لها باب خاص موجود في قسم خاص، يعني احنا كل شغلنا حكومي في المؤسسات الحكومية، لانه اساس عملنا هو تطوير هاي المؤسسات، العمل على انه البنى التحتيه الموجوده بها الامكانيات الموجوده بها رفعها وتطويرها. وقريبا يعني من الاسبوع الفات كان اتفاق مع دار الصحه صلاح الدين، ايضا يمكن الاسبوع الجاي راح نبلش وياهم، والفلوجه والموصل ان شاء الله، الموصل صار ايضا فت كلام وياهم ورشحنا المراكز الموجوده عندهم، راح يبلش لهم تقييم، راح يبلش لهم يعني معاينة الوضع بصورة ميدانية، بعدها راح نقرر انه شنو نقدر نستخدم عندهم ونشغل عندهم. مصر اكو تعاون؟ سمعت بانه اكو مصر. احنا قبل كان عندنا تقريبا تعاون على اكثر من دولة، بس الاساسية هو كانت تركيا والهند. قريبا جدا فتحنا خط مع دولة مصر. دولة مصر من الدول اللي بيئتها مقاربة لبيئتنا. نهضت بشكل مميز خلال الفترة السابقة، يمكن أن المستشفيات الحكومية بعد أيضا قيد التطوير، لكن صارت عدفة حركة نهضة ملموسة وملحوظة، يمكن إذا أشوفها بالإعلام على المستوى الطب الأهلي. الأطباء المصريين من أطباء جيدين جدا في كل العالم، يمكن لو تطلع الآن أوروبا بريطانيا واحدة منها، شوف أغلب الأطباء مدراء الأقسام والرؤساء والجراحين المميزين هم أطباء مصريين، ومثال على ذلك السير مجدي يعقوب اللي الناس تتعناه يمكن من كل العالم، اللي الملك منحته لقب السير مثلا. فلذلك قلنا احنا ما يخالف لازم نعيش مع ناس قريبه من تجربتنا، صح، مع انه بس احنا ما نقول انه لازم نخلي الشغل عليهم، صحيح، لكن خلي يكون في تلاقح افكار بيننا وبينهم، نشوف شلون بدأوا وين وصلوا وشلون نهضت مؤسساتهم اطبائهم اللي طلعوا العالمية. طبعا ما أنكر أنه أكو أطباء عراقيين أيضا صعدوا العالمية فعلا، لكن اليوم الجانب المصري خلينا نقول ما أقول سبقنا بخطوة، لكن أخذ خطوات جدية. فماكو يعني فشفنا أنه من الأساسي أنه يصير فد مشاركة خبرة بينهم، ممكن أصلا إحنا أيضا نساعدهم بقضايا أنه الإخلاء مالتهم، هم أيضا عندهم إخلاء، ممكن مؤسساتنا مثل مؤسسات عندنا بعض المؤسسات الأهلية يعني واصلة إلى مستوى أنه ممكن تستقبل حتى من خارج العراق، فأنا ليش ما أنميها؟ بالتالي أنا أعتبر هي منظومة واحدة، إحنا المستشفيات الحكومية المستشفيات الأهلية وزارة الصحة، هم كل هذه هي منظومة صحية واحدة حتى إقليم كردستان. لذلك أنت لازم تشتغل تخلق منافسين إلك، إذا ما تخلق منافسين ما تعرف أنت وين تمشي، منافسك هو راح ينطيك الخطوات أو ينطيك أنه نقاط ضعفك ونقاط قوتك، تعرف أنت شلون راح تشتغل وياه. أحسن دكتور، هسه أنا وصلت الفكرة بشكل جميل، يعني واضح جدا عملية الاستخدام، هذا الجهود الاستثنائية وبديناها من الحمدانية إلى بعض المحافظات اللي انتشر على عملية الاستخدام، بعض الكوادر الطبية
من خارج العراق إلى داخل العراق. يعني كلها سهلة، ماكو معوقات مثل عندك يصير أكيد مشاكل من ضمنها المالية والإدارية. شنو المشاكل اللي عندكم اللي ممكن تعرقل، مو توقف، تعرقل تقدمكم بهذا العمل؟ صراحة معوقات أكو، وهي معوقات هسه ما سميها جدية، لكن هي معوقات ممكن تأثر على سير العمل. أعرف اليوم من دولة رئيس وزراء يطرح أنه يقول أنا أشجع على برنامج استخدام. دولة رئيس وزراء هو أعلى سلطة بالبلد، من ينطي هذا يعتبر مثل الأمر ويعمي موضوع صح. الاستخدام المفروض كل مؤسسات الدولة تتكاتف على مود تنهض بهذا البرنامج مثلا. فأنت الطبيب من تقنع يجي العراق، تعرف اليوم هواي من الدول لحد الآن مبهم العراق قدامه، تتوقع لسه تفكر بأيام الحروب وأيام الحصار وأيام التعب مالتنا. بس احنا اليوم لا، بلدنا اختلف. اكو بعض الناس من نجيبهم هنا يشوفون اول ما ينزل بغداد يطلع مشاع المطار، لانه مرات احنا نستقبلهم طبعا الحالات الخاصه، يعني شوف البلد مختلف تماما، بين الدهشه عنده. ذاك نتمنى هاي ما نحب انه هاي تخرب. بس مثلا من يجي مثلا انطي مثال طبعا لا لسبيل الحصر، مثلا هو جايب مواد اللي يشتغل به نويا، يجي مثلا موظف الجمارك او دائره الجمارك توقفه بالمطار 8 ساعات و10 ساعات تحزه، هذا نوعا ما يكسر من داخله. انت اليوم هذا كلش واضح، هذا برنامج حكومي، برنامج وطني، احنا مو مؤسسة ولا احنا مؤسسة اهلية، احنا مو مؤسسة اهلية ولا احنا مثل شركة صح. لا احنا اليوم دا نسولف دولة، وزارة الصحة كتبنا معرفة، شخصياتنا معرفة، فلذلك احنا نطالب بالتسهيلات. فانا مرة مرتين صراحة انا اقول لك، يعني قبل فترة كان عندي كادر دخل هنا 3 أيام ويفحص المرضى، انا جامع المرضى من كل العراق، مطار بغداد محصورة اغراضهم بالجمارك، ما يقبل اول جمارك يطلعها يابه، ناس نايمين، الجرحى المصابين موجودين بالمستشفى، جامعهم من العراق كله، يمكن واحد بيهم او بعضهم مدين حتى الكرو جاي. يقول لي تعليمات، تعليمات شنو هنا؟ وشو هم ما جايبين الفشي اللي على قولة المصريين يغزي العين صح. لا شخص شغلات مبينة انه ما شغلهم الخاص، فانت من تسويها؟ ما جاب احد الاطباء ايش قالوا؟ قالوا احنا غرضنا هم نريدهم، بس رجعونا، هم ما نشتغل لكم، بس رجعونا. هاي الكلمه مؤلمه فعلا. مرات مثلا يشوف انه قضايا الاخوه طبعا بالاقامه مشكورين، يعني الاخوه بالاقامه كان قد لقاء وياهم والحمد لله بلشوا يسهلون الاجراءات، واصبحت الاجراءات كل سلسه وياهم. طبعا صير عندنا بعض التوقفات لكن يحلوها انيا، يعني ما يخلوها تتاخر. هاي طبعا ايضا كان عندنا مشاكل بحي الخطيه، كان يوصل الوفد وعنده امر اقامه مثل يقول له لا والله كتابك ما مسجل، يبقى قاعد برا، لا هو يدري راجع البلد، لا هو يدري واصل راح يطب، وشوف هو محتار. لكن اليوم الحمد لله يعني بجهود طبعا الأخوة ضباط بدائرة الإقامة على رأسه مدير الإقامة، طبعا أوجه له شكر، رجل متعاون جدا، اليوم هاي حليناه. بقت هي هاي مشاكل إنه بعض الجمارك، بعض مشاكل مرات بدوائر الصحة مثلا تصير، مثلا إنه الكادر يقول أنا ما أقدر أبقى هالقد، أنا إيش راح أستفاد إذا أبقى هالقد؟ هي بالتالي مو استفادة شخصية، يعني هو بالتالي هذا جهد، وإحنا إيش قد يكلف استخدامنا؟ أسبوعين ثلاثة مثلا، اكثر شيء اسبوعين، وهذا البلد دافع اموال يعني بالضبط، وانت موظف اليوم تعتبرها خفارات لاجل بعدين طالب انه هذا. ومع ذلك طبعا احنا بالمناسبه ايضا احنا ندعم، يعني مرات ندعم الكوادر السانده، ندعمهم بمكافآت بعض الامور حتى لا نحس انه الضغط عليهم، نميزهم عن غيرهم. والكوادر طبعا المميزه ايضا لهم في التقدير خاص من وزاره الصحه على مستوى كتب شكر عاليه المستوى، على مستوى علاوات وترقيات، على مستوى انه بعض المكافآت اللي تصرف لهم من مكتب الوزير. يعني فبالتالي احنا هذا البرنامج صراحة يعني انا اقول احنا بكل جهدنا وجوارحنا وامكانياتنا نسعى الى نجاح، لانه هذا نجاحه هو مقياس للنجاح وزارة الصحة اولا والقسم ثانيا. لانه الاخلاء، لو احنا نريد نسولف بالاخلاء، الاخلاء هو صراحة يتناسب عكسيا مع جهد الوزارة. كل ما يكون عندك إخلاء كل ما معناه تبين مؤسساتك ضعيفة فعلا. فلذلك احنا مو بس مؤتمنين على فلوس الدولة، لا مؤتمنين على سمعة الدولة ايضا. مرات يعني للأسف انه بعض الاخوة يطلبون استثناءات، اريد فلان، يقول صعب انه تطيح الاستثناء. ليش صعب تطيح الاستثناء؟ انه اذا اعطيتها الاستثناء هذا وانا عندي في 19 مراكز داخل العراق تشتغل هاي العمليات بكل سلاسة، فليش انا جاي انطي استثناء؟ انطي استثناء اضعف الدولة. تعرف انت الواحد هو بيعتبر سمعة، او اذا في الشخصيه خلينا نسميها مهمه وانعكست وتناقلت اخبارها، راسا اول شيء يقولون مثلا يقول مريض عنده مفصل ركبه ودوه الاردن، بينما انت مفصل ركبه اليوم يمكن كل جراحين عراقيين يشتغلوه، فليش اختزل جهدهم؟ يعني بنفس الوقت انا المفروض احامي عن سمعتهم مثل ما
أحامي عن أموال البلد والأمانة. وجهة نظر صحيحة دكتور أحمد، وفعلا تحس بيها وفاء حقيقي لعملك وفاء حقيقي لبلدك يعني. وإن شاء الله احنا نشوف فترة من الزمن أصلا يغلق ملف الأخلاء، وهذا أمنية طبعا إن شاء الله. الكل احنا طبعا نطمح لهذا الشيء يعني، إذا رب العالمين سهل ووصلنا إلى مرحلة أنه بناء مؤسسات إخلاء حكومية مو مستشفيات، أكو بعض المستشفيات تكون جاهزة نأخذها للإخلاء، بنعاملها كمعاملة مستشفى خارجي، هم يجون يجهزون ويشتغلون بي وتكون الخدمة عليها. طبعا الخدمة راح تكون أقل علينا، أنا أخلص من كلف التذاكر والسكن والأكل، وبنفس الوقت أنا عندي كادر، عندنا هالمشروع هذا، عندنا طموح عليه. هو المشروع راح يكون أنت قدرت تسوقني بالأحلام. فعلا خلينا نتحدث عن المشاريع المستقبلية، يمكن هذا واحد من المشاريع المستقبلية. بالضبط، هذا واحد من المشاريع المستقبلية اللي هي إحنا يكون عندنا مؤسسات هي أخلاء بصيغة الاستخدام، اللي هو كأنه مستشفى هندي موجود داخل العراق. يعني أشوف مدينتا سيتي هنا. بالضبط، مدينتا سيتي شوف إنه مثل إدارتها، مثل تجهيزها، مثل سيستمها الداخلي بالتعامل مع المريض متكاملا هنا. هذا هواي يخفف عني، هواي يخفف عني، لأنه أنا راح أدفع الجهد باتجاهه. النقطة الثانية أيضا المهمة من مشاريعنا عفوا المستقبلية هي قضية أنه تحقيق زراعات هنا، مثل زراعة الكبد. إحنا اليوم زراعة الكبد نريد نزرعها بالعراق. إذا وصلنا إلى زراعة الكبد بالعراق يعني راح يكون عندنا فد إنجاز. وده صراحة يعني يمكن صار 3 أشهر إحنا بلقاءات مستمرة وقعدات إنه شلون نوصل نشتغل زراعة كبد مؤسسات الحكومية، نوسع البرامج، نخليها البرامج النادرة وبعض البرامج الموجودة الآن اللي أطبائنا يعني اكتفوا وأصبحوا إنه جيدين بها، ومؤسساتنا افتهمت القضية مالتها، لا نخرجها نعودها لمؤسساتنا وندخل برامج جديدة للتطوير. تعرف العلم اليوم يتطور بالعالم كلش، جهد الطبي ما يوقف دقيقة، يومية استعداد جديد وعمل جديد وعمليات جديدة، لذلك احنا نكون نطور، هم احنا نكون نواكب. شلون نواكب؟ من خلال المشاركة بيناتهم. طبعا دائما نشرط عليهم في كل برنامج إخلاء لازم يحققوا لنا استقدام، حتى لو احنا ما مهيئين للاستقدام اليوم. اقول له خليجي يزورني، بس خليجي الطبيب يزور العراق، ما اريد كل شيء منه، ليش تغل عمليات، ليش يشوف مرض، خليجي يزور العراق. مجرد تحقيق زيارة العراق يقعد ينطيني رؤى أفكاره شغله شلون هو بدأ، هذا أنا أعتبره مكسب إلي. أعتبره مكسب إلي، ما أريد اللي يجي يشتغل عمليات وبعدين يقول لا وبيأتي صح. لأنه إحنا بالتالي المريض العراقي وصاحب الكرامة الأعلى فعلا. كل هذا الجهد كل هذا العمل هو الهدف منه المريض العراقي، فلذلك أنت لازم تكون بأعلى مستوى الدقة لتقديم الخدمة، وما تسمح انه مريضك يكون حقل تجارب لغيرك. وهذا مثال انا انطيته يمكن بمره سابقه، اليوم اعيده، قضيه زراعه الخلايا الجذعيه. زراعه الخلايا الجذعيه مهم جدا، لكن نجح في مجال واخفق في مجال. فلذلك هو لسه اليوم انت من تروح لاي طبيب كل برامجهم تحت الدراسه، من تقول له يقول لك اي تعال ازرع لك، ما يخالف تزرع له، بس بعدين شنو ضمانات النجاح؟ يمكن اكو نقطه الناس ما تعرف بيها هواي يسولفون عليها، يقول احنا انا راسلت الطبيب قال لي تعال نسبه نجاحك 99%، من اراسله اني ما يقبل يستقبل المريض. لانه احنا من شروط تعاقدنا والعمل مع الاطباء الخارج انه اذا فشلت العمليه ما اسدد اجوره. واذا توفى المريض ما تستلم اجورك الا بعد ما يكمل تحقيقه، ممكن تحقيق يطول سنه او اكثر. التحقيق طبعا نتائج هذا من ضمن التعاقد حتى المستشفيات خارج العراق الخارجيه. طبعا طبعا احنا النتيجه مال التحقيق الوفاء ناخذها اسرع، بس احنا نشلع قلب نقول له اذا تاخذ مريض مثلا اخذته بس سفرته ورحت هناك وقلت لي لا وشفت نفسك ما قدرت تسوي ترجعه، انا ما اعطيك اجور اللي صرفتها، لا اعطيك نسبه فقط من اجور العمليه. ليش؟ حتى يكون دقيق جدا باختيار الحاله، ما يعتبره سلعه له. صح. وانا اجيبه خلي اجيبه هنا انيمه انطي علاجات اقدر اسويها بعدين اقول له والله هذا ما صارت وصار عندك مضاعفات ورجع. وهواي يمكن دا يعانون منها اليوم من العراقيين اللي دا يسافرون برا، يروح يرقد بالمستشفى يشوف نفسه فعلا. بس يدفع ما يدري ليش، هو قال له بالبدايه قال له انا اعطيك نسبه نجاح 99%، بس شاف نفسها 99% صارت هي يمكن 99,000 دولار. صحيح فعلا. والله فعلا.
انتم عندكم لجان اكيد يعني بكل المستشفيات؟ عندنا لجان تابعه للمستشفى. هناك لو دوريه لا اتابع دوريا، وكل مريض من يرجع ما تصرف اجوره الا ما بعد ما يقيم بعد شهر ويقيم بعد 90 يوم وتمر 6 اشهر يلا تنطلق اجور المريض باعتبار حتى نقيم انه الحاله ناجحه او كان بس مجرد جهد سريع وبس انه سوي له فلان شيء ودز المريض. لذلك المريض يقيم باكثر من مرحله قبل لا نصرف فلوس المستشفى. من الحالات المشموله بالاخلاء حاليا؟ الاخلاء الطبي او هو الاخلاء والاستقدام هو واحد اليوم. احنا نتعامل ويا واحد باعتبار مثل ما عندنا اخلاء عندنا استقدام. عندنا بعض الامور اساسيه وبعض الامور ثانويه. الاساسيه اللي هي هذه عندنا لجان موجوده مقره بيها البرنامج مالتها ايضا موجود معروفه انه مثل ما يقول سوي له تك على اساس التك انه هذا مقبول او ما مقبول بالاخلاء. الاساسيه طبعا هي جراحه قلب الاطفال. اللي هي من 3 إلى 6 لانه يقسم الى 1 2 3 4 5 6 بالخطوره. فاحنا 3 إلى 6 إلى 7 طبعا 7 هم يطلع خارج العراق ويمكن استضافوا تصنيف 8 ما متاكد من هاي النقطه. حالات انحراف العمود الفقري، حالات زراعه القرنيه. طبعا زراعه القرنيه مو انه الهدف فقط من القرنيه، اليوم صارت كلها استخدام ما عندنا اخلاء لها. ليش؟ من قمنا نقدر ندخل القرنيه العراق نستوردها نجيبها، فصار انه الكادر موجود والقرنيه موجود، القرنيه بدات تدخل، فصار الاستخدام اغلبها استخدام مجرد انه بس الحفاظ على العمليات باعتبار عمليه القرنيه شويه نحسه وتريد لها نتائج جيده. زراعة الكبد وزراعة النخاع ذن الخمسة أساسيات. الثلاسيمية قصدك؟ لا مو ثلاسيمية، الثلاسيمية ما مشمولة بزراعة النخاع. الحالات أمراض الدم، حالات سرطان الدم اللي تستفاد من زراعة النخاع اللي مشمولة. اللي هي تكسر كريات الدم اللي يسوي زرع نخاع. فهي طبعاً في قائمة طويلة موجودة هي يعني اللي أمراض الدم اللي تحتاج عجز نخاع العظم، بعض اللوكيميا وغيرها. قائمة طويلة هي موجودة. هاي هنا عفوا دكتور مداخلة، يعني هنا المريض يدفع مبلغ العراقي؟ أبدا ما يدفع. ما يدفع. يعني من يبدي من يدخل بأول يوم بالإخلاء برنامج الإخلاء يدخل فيه اللجنة كله يصير مسؤوليتنا، إذا كان مشمول بالضوابط فهي كلها مسؤوليتنا، وإذا كان خارج الضوابط ضوابط المقررة علينا واضح. باعتبار احنا أيضا نتبع احنا جهة تنفيذية أكثر ما احنا نقدر ننطي فت قرار. احنا لازم ننفذ فت كرايتيريا خاصة أو مواصفات خاصة تقرها اللجان الاستشارية اللي موجودة بوزارة الصحة اللي هي أعلى سلطة موجودة بوزارة الصحة الطبية. خارج الضابط قلنا نحيله إلى مستشفى عراقي ونسهل أمره، داخل الضابط لا، من يدخل لحد ما يسافر ويرجع كلها تكون هي مدفوعة من وزارة الصحة العراقية. جيد. أنا إذا أريد أروح أقدم وين أقدم مثلا بعد إيش حالة؟ هي صراحة ما بيها تقديم بس هي بيها فد إجراءات. الإجراءات الأول إحنا اليوم كل مريض أول ما شخص نفسه انه مريض او عنده مشكله صحيه طبيب اختصاص يروح لطبيب الاختصاص في محافظته في مدينته في اي مكان. طبيب الاختصاص من يوصل الى مرحله يعجز عن تقديم خدمه او يحتاج الى دعم هنا راح يكتب له تقرير طبي، يقدر يجيب هذا التقرير الطبي يجينا مباشره. احنا اليوم ايضا ضفنا في الباب قلنا اللي عنده تقارير طبيه وشوف نفسه هو كان يعني عابر على اكثر من مرحله طبيه وما محصل علاجه خلي يجينا يقدم مباشره بالقسم، يقدم طلب ونوافق له يدخل لجاننا داخل الوزاره. بداخل الوزاره نحاوله على لجاننا. لجاننا ليس فقط انه تقرا الضوابط الموجوده، لجاننا اصلا واحده من مهماتها الاخرى انه تدقق انه هاي العمليه وين امكانيه عملها، داخل العراق خارج العراق، ايش قد نسب نجاحها داخل او خارج العراق، من الطبيب اللي يشتغلها فلان او فلان. هي تحدد مو تحدد تدقق. تدقق بلي لانه مثالا احنا اليوم عندنا في الطبيب في مستشفى بغداد شاف هاي الحاله قال انا هاي الحاله اقدر اشتغل، هاي ما عندنا امكان يشتغلها بالعراق خير روح على السفر. بس مثلا اكو في الطبيب مثلا بالناصريه او بالنجف اكو امكانيات موجوده، الرجل مشتغل عمليات واصل نسبه نجاح مثل 80-90% نسب نجاح عنده ويشتغل هالعمليه ومثله يمكن حتى 100% مرات نلقى واصل نسب نجاح. الطبيب مثل ابو بغداد يمكن ما ملتقي بهذا الطبيب ما عنده خبره عنه بس احنا عندنا خبره عنه. ليش؟ انه احنا مسؤوليتنا ندقق كل عمليات تدخل جديده اللي كانت سابقا ما موجوده وعمليه نعتبرها معقده ندقق انه من ده يشتغلها بالعراق. عندكم قاعده بيانات كبيره. عندنا قاعده بيانات كبيره، لذلك من ننصح المريض من ننصح مثل نقول له مثل هاي عمليتك ما لها علاج لانه احنا فعلا ماكو مثل حاله تعالجت عندنا.
والدليل على هواي اكو من نصحناهم للاسف راحوا على نفقتهم الخاصه ويؤسفنا اقول ما رجعوا، مو اقول رجعوا بمضاعفات، ما رجعوا، لا ما رجعوا للعراق. فلذلك احنا ايضا جهدنا نوجه نقول له لا، مرات يجي المريض يقول والله انا راسلت مستشفى فلان وقالت لي تعال، نقول له لا ترى احنا ببياناتنا مستشفى فلان مثل حالتك مثل 20 واحد راحوا لهم 15 منهم كلهم عانوا مضاعفات، فانا ما اقدر ادزك، بينما انت دزيت فلان مستشفى من اصل 20 ف 19 واحد شافوا، فاذا معناه الجراح الموجود الامكانيات الموجوده بهاي المستشفى لهذا الجهد افضل من غيره. يعني الدكتور يعني ممكن المريض هنا بهاي الحاله يراجع اطباء او يراسل اطباء ويجيب لكم معلومات يقول لك يا ابا هذا طيب نسبه نجاح بس بلي. هذا جد نسبه التوافق وياكم بيه. احنا صراحه ما نعتمد هنا هواي ليش؟ لانه انا اسلفت قبل شويه، لانه انت اليوم المريض اي طبيب يسولف وياه يقول له نسبه نجاح 99%، ليش؟ يدري هذا راح يدفع من جيبه، ماكو جهه حاسبه، ماكو جهه قانونيه فوق راسه. حتى هو طبعا يروح يخسر، تلقاه ما يجي مثل بعدين يسولف، يخسر اموره ويحتسب رب العالمين ويرجع. فلذلك هو اي طبيب يناقشه يسولف وياه، تعرف اليوم المريض هو صاحب حاجه، يعتبر هاي حاجته في كل مكان هو يروح. فمن من يشوف ماكو علاجه ويشوف نفسه تعذب راسا هو يبدي يراسل، يبدي يسال. بس من يجينا نقول له مرات هم يتوقعون احنا مجرد نصدم، لا بالحقيقه احنا مو نصدم، احنا نقول تجاربنا لهم. نقول خبرتنا، تعرف اليوم وزارة الصحة هي مؤسسة كبيرة. على كل مستوى هي دائرة الأمور عندها. على المستوى طبعا الصحي وإدارة هذا الملف بالذات. عندها خبرات، عندها مشاكل، شكاوى تجينا من الناس، فيدباك يوصلنا من أطباء، زملاء وأخوة مسافرين، احنا مرات ندقق ونشوف نقرأ شنو تنشر البحوث العالمية. المريض مجرد أنه قلت لك يسمع أنه رأي واحد، وهذا رأي واحد ممكن يكون صائب ممكن يكون خطأ. وانا اكدها مره ثانيه، اغلب اللي راحوا باراء فرديه بدون تدقيق ما رجعوا. لا لا ما رجعوا للاسف يعني. الله يرحمه برحمته الواسعه. دكتور، اعلى نسب العمليات اللي اجريت خارج العراق كمبالغ، يعني هي اكثر العمليات تكلف الدوله مبالغ. يعني اكثر عمليات تكلف الدوله هي عمليات القلب المعقده وعمليات زراعة النخاع والكبد، باعتبار هاي مبالغها كلش عالية. توصل حد شقد تقريبا؟ يعني توصل النخاع 50,000، الكبد توصل مرات 55,000 دولار. بلي. احنا طبعا عندنا سقف محدد للمريض العراقي، كل مريض عراقي بالموازنة والقانون يقر لما لا يزيد عن 50,000. ما نقدر نتجاوزها طبعا بهذه، فلذلك دائما ما نقول احنا نعوفها، عندنا ايضا استثناءات موجودة، يعني اكو لجنة تسمى اللجنة العليا داخل وزارة الصحة اللي صراحة تطل استثناءات، يعني أنا لما أشوف المريض ممكن يستفاد من باقي العمليات، يعني مثل وصل السقف، لكن أكو عمليات ممكن تفيده، فأنا بالتالي لازم أدافع عن عمليتي إنه أعطي استثناء على مود أكمل جهده، أكمل علاجه والجهد المقدم إليه. دكتور بـ30 ثانية، يعني أنا أكو سؤال جدا مهم، أمراض سرطانية شلون هنا المعالجة؟ أمراض السرطان صراحة اليوم هي خارج ضوابط الإخلاء، ليش؟ لأن اليوم احنا بالعراق عندنا كل مدينة الآن اكو بها مركز سرطان موجود. معالي الوزير شكل لجنة أو شكل لجان داخل مجلس السرطان. مهمتها متابعة هاي الأمراض، لأن تعرف السرطان هو في كل عالم نفس العلاج، بروتوكول واحد. والأدوية هي نفسها، بالعكس الأدوية الموجودة بالعراق يمكن أحسن من الأدوية الموجودة في بعض الدول المجاورة. سمار دسمي لكن أفضل من الأدوية الموجودة بالدول المجاورة، وده نشتريها ونجهزها اليوم. فلذلك السرطان طلع من برنامج الإخلاء، لأنه واحدة من أهم نشاطات الإخلاء أنه لازم عملية قابل للتقييم حتى أقول هاي نجحت أو فشلت أسدد فلوسها عليه. يعني خرجت من الإخلاء ممكن دخلت بالاستقدام؟ لا، دخلت في دوائر الصحة. دوائر الصحة. دوائر الصحة. بس تحتاجون استقدام لها؟ احنا صراحه نستخدمها للرأي. لا رأي. مرات نستخدم بعض التقنيين لغرض الاجهزه مال الاشعاع، نستخدم بعض الفيزيائيين لغرض اجهزه الفحص البتسكان وغيرها، بعض الاطباء لتشغيل الجاما نايف وغيرها، نشتغل على برنامجها. بلي. الدكتور احمد عدنان الطبطبائي، شكرا جزيلا لحضورك ويانا، وشكرا لجميع الاجوبه، ودائما ما تعودنا عليك بانه وجهك المبتسم التفاؤل الكبير اللي تحمله هو يعطي دافع معنوي لمقدم البرنامج وللناس بانه القادم افضل ان شاء الله. اشكركم على كرم هذه الدعوه، وصراحه هذا التفاؤل مبني على اراضي واقعيه، اليوم بلد ولاد وامكانيته كبيره، لكن يحتاج هو نوع من التفاؤل، يحتاج الى انه خلينا نسميها
مثل ما يقولون احنا مربط الفرس مالته، وين ما توصله انت بعدين تشوف نفسك انت تصعد بيه وتقدم برنامج يليق بهذا البلد صراحه. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك دكتور احمد عدنان الطبطبائي مسؤول قسم الاخلاق والاستخدام الطبي في وزاره الصحه، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج، وانا معدوم مقدم البرنامج حازم الحربي، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. في امان الله.